واحد واحد واقف على ترسانة امريكا افرضوا انه كلينتون خطرت باله هالفكرة تبعتي هاي، وافرضوا انه هو اللي الان متحكم بالازرار، ازرار ايش؟ الاطلاق صواريخ الترسانة اللي بتبيد الارض كلها. ما هو ممكن ابادة الارض على فكرة في الان بيقولوا اسلحة نووية بتبيد الارض 15-20 مرة، يعني بيبيدوها وكمان بيردوا يبيدوها وبيردوا 20 مرة ماشي. فالان عند امريكا خليه يبعد الى مرة واحدة، واضح؟ واجه هذا كلينتون بده يعص على الزرار، نفرض انها هيك شغلة بهالبساطة، وبده يبيد الكرة الارضية، وبعثنا له اذكى وفد على على وجه الكرة الارضية يقنعه ما يبدش الكرة الارضية، بيجي بقول ما اسمعه. شو غالبية الشعوب؟ بيقولوا له بتعاني. قداش في فقراء؟ اكثر الناس. قداش في مرضى؟ اكثر. قداش في ناس جائعين في افريقيا؟ كثار. قداش في ناس متنعمين؟ كلان. طيب هو انو افضل؟ نبيت هالناس ونريحها ولا نخليها تعاني؟ شو كيف بدهم يقولوا؟ يقنعوه. بده يعص على الزر. انا بدي ارحم هالبشر. يا ما في طوال اطفال ميتمه، يا ما في مشلولين، عميان، مكرسحين، عمال زحكانين حياتهم. ماشي، زوجات بضربهم زواجهم، ايه كلها مشاكل، في افريقيا مش لاقين ياكلوا، بدهم صواريخ الكرة الارضية. قولوا لي شو بصير وشو الخطر لو البشر انفنوا؟ كيف بدهم يقنعوه؟ بقول لهم مش كانت الكرة الارضية ما عليهاش بشر في يوم من الايام؟ بقولوا له طيب شو ضر؟ لو رجعنا زي ما كنا؟ شو ضر؟ بعدين، وإذا احنا وجدنا صدفة والصدفة الغبية اوجدتنا فرضا بشكل تنكيم الدين، ليش نستمر واحنا اذكياء بالتعامل مع الصدفة الغبية؟ وين رايحين؟ بفهموا، بيجي بقول لهم اسمعوا، انتم بتبلوا قاعدين وبتشكوا طرقكم وبتغلبوا حالكم ومش وبتبنوا دور وبتسكنوا جواها، ليش؟ قال عبين ما نموت. يعني نظل عبين ما نموت نترفع. طب موتوا والله لا يعطيكم عافية، وتتعبوا في شق الطرق وبناء العمارات وإلى آخره، وقالوا وعلموا أطباء وعلموا مهندسين وعلموا كذا وغلبوا حالكم. قال ليش؟ قال مشان عبين ما نموت نبقى متريحين. طب أنا بدي أريحكم. كيف بيقنعوه؟ حتى تدركوا تماما فيش مجال، الأساس العلماني منهار، ولذلك الشعوب بتنهار هناك. بيطلع عندك ناس، بيطلع عندك ناس بتستغرب، أنت بتستغرب لأنه أنت مبني غير. بتلاقي الإنسان فيهم، بتلاقي الإنسان فيهم بيجي عليك بدخل المحل من اجل 10 دولارات بقتلك. احنا اذا واحد بده ينتحر لانه معوش مصاري بنقول له ولك بنلم لك، ولك قديش بدك انت؟ لمه تنتحرش. لكن هنا بقتلوه ل10 دولارات. حتى في ناس انا بسمع قصص بعد ما يطلع المصاري معه بقول له ولك بس هالكاتة؟ طق طق طقوا. انت هذا مش بشر. انت عارفين ليش مش بشر؟ لانه مش ما في الدين ما بيشتغلش في حياته. انت الموضوع بتحول لحيوان، بتحول لحيوان. ومش تظنوا انه هذا الكلام لواحد واثنين وعشرة واشكال والوان. عيادات الامراض النفسية هي العيادات اللي رائجة هناك عندهم. والانتحار برضو بتسمعوش فيه هون الا نادرا. وهون ممكن يكون فعلا مرض نفسي اكثر من شيء ثاني. هناك قناعات. وليش؟ ليش؟ مش قادرين يجيبوا. ما فيش جواب. لما بينشئوهم تنشئة بعيدا عن الدين. اذا انت مش بتبني قاعد مجتمع، انت بتهدم قاعد. انت بتقول له انه بدي اشك لك طرق وابني لك عمارات، ومش بتقول له ليش بعيش. انت فهمني ليش بعيش؟ مين انا؟ شو معنى التضحية؟ ليش اخلاق؟ ولذلك لما بتقرأوا سفاح كذا سفاح كذا، انا جاي عباله يقتل السمراوات، هيك مزاجه بتلقيه بقتل السمراوات. هذا جاي عباله يقتل الشقراوات، بقتل شقراوات. أنا بتقيه بيغتصب الأطفال وبقتلهم. أفلام فيديو رائج عندهم، ابن 40 سنة بجامع بنت 3 سنين، هذه بتكون عندهم مقبولة وبتفرجوا عليها. عندنا مش ممكن عقل بشري يتصورها، لأنك مبني بناء مختلف. لما بيجي في بعض برامجهم اللي بسموها الكاميرا الخفية حتى يوروك إيش شعبهم، وهذا من البرنامج اللي شفته، بيجيبوا الاشياء اللي رايتها وكانت تصور الكاميرا كيف الشعب بتصرف. قالوا لها امراه بتصير تنادي من الشباك وتستغيثي، بس يعني تمثل انها بتستغيث. فعلا
طلت من الشباك، الكاميرا مسلطة عليها وعلى الشعب المالك من الشارع واللي مالكين عشرات ومئات مزدحم الشارع، صارت تصيح وتستنجد. أكثر ما أكثر إنسان تعاطف معها كان يطلع عليها وهي بتصيح وظلوا مالك. هاي صورة. اثنين جابوا البوظة هناك، ما هو بآلات، خربوا حنفية البوظة وصارت البوظة ايش؟ تنزل بشكل مستمر والناس مارقة وشايفوا البوظة ولا واحد قرب يجرب يسكر وهم يصوروا. جابوا بنت صغيرة قالوا لها علموها كيف انه بتصير تبكي وبصير تمسك بأواعي هذا وأواعي يعني ملابسه مشان ايضا البنت الصغيرة لما تشد ثوب واحد بس يخلص حاله منها وظل مارق. هذا هم بيطرحوا الصورة عنهم بهذه الطريقة. واذا بدنا نبقى نتكلم شيء عجيب، الانسان من الداخل فيش سلامة، مضطرب اضطراب عجيب. ولذلك تجدوهم اكثر ما بيعجبهم في الاغاني هي الاغاني العنيفة جدا. ليش؟ بدهم يعبر عن التناقض القائم، هو اصلا موفرين له كل شيء بس مش عارف ليش بعيش. وبالتالي اساس العلمانيات منهار. ولذلك لابد ان يكون الدين، ولابد ان يكون الدين مقنع على فكرة، لان اذا الدين غير مقنع رجعنا بنفس الدائرة المفرغة. فلابد ان يكون الدين مقنع، وذلك عندنا شعوبنا مقتنعة بالاسلام وبتعرف ليش بتعيش وليش بتضحي وليش بتلتزم بالقيم، وبالتالي راح يكون الاساس الاسلام وتختار حكامها بارادتها وحريتها ليطبقوا الاسلام. ومن هنا لن يكون على وجه الكره الارضيه مجتمع سليم بهذا الشكل، لانه تكاملت الصوره. هناك عندهم نص بدون ما يعرف الانسان ايش بعيش وايش هدفه. واذا بدهم يستعينوا بالدين يبدا الانسان يتشكك عندهم، هل الدين عنده قدره على الاقناع انه من عند الله؟ هم مش متاكدين. هم عندنا انا بلاحظ انه الناس عندها قناعات، وانه المتشككين هامش في المجتمع، المتشككين هامش. ولذلك الشعوب لما بتحكم بالاسلام اهم شيء عارفه ايش بتعيش، ليش بتضحي، ايش اخلاق، ايش قيم، ليش لازم تبني، عارفه. غيركم مش عارف. ولذلك الاساس العلماني مرفوض. ولذلك احنا بنخضعش الاسلام لوجهات نظر الناس عن قناعه منا بانه بغير هيك احنا منعيشش وانه هذا هو الدين الصحيح. اما اختيار الحاكم بالاساليب الديمقراطيه ووسائل الانتخاب المعاصره هذا امر بالعكس احنا نختار افضله، لانه مش كل وسائل الانتخابات بتكون بتعبر عن الحقيقه، يجب ان نختار ونبدع ما هو افضل حتى، وتكون الناس هي التي تختار لتنفيذ شريعه الله. وما تظنوش انه الاسلام ما تركش للبشر في كثير من المساحات للتحرك ويشرعوا حتى تشريعات، حتى المباح تستطيع الدولة الإسلامية تجعله حرام أحيانا. فأنا لما بكون عندي شارع مكتظ وأضع رمزه، هذا الشريعة الإسلامية اللي قالت لازم تضع رمزه ولا تركتها إلي أنظم؟ لأني من واجبات الشرعية أن أنظم، ومن واجبات الشرعية أن أقوم على شؤون الناس، وإنه الناس فوضى لا يصلحوا. وبالتالي أنا بصير أبدع في هذا العالم وبصير أخالف، والمخالفة عقوبة على شيء كان مباح وهو المرور في الشارع. المرور في الشارع مباح، أنا جعلته حرام في لحظة معينة وجيت إيش عملت؟ خالفت عليه وعاقبت. إذا في دائرة المباح أوسع دائرة عندنا، وترك المجتمعات البشرية المخلصة إنها تقدر المصلحة. تقدر المصلحة. يبدو إنه أطلت عليكم كثير. احنا كنا بدينا تقريبا طب ماشي، نترك مجال الأسئلة. لما جاء الإسلام كانت الناس تحج، وكانت ناس بحول الكعبة 360 سنة، وكانت تطوف بالكعبة فيها أصنام، وكانوا يصعدوا عرفات ويذهبوا ميناء ويذبحوا أضاحي. عارفين لما جاء الإسلام شو عمل؟ جاء قال هذا صحيح، برجع لدين إسماعيل له أصل في الدين، وهذا خطأ، هذا صحيح هذا خطأ، مش ألغى الحج من أصله. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنع أن يطوف بالبيت
وجود 360 صنم لم يكن يمنعه أن يطوف بالبيت، لأنه أصلا الطواف موجود قبل أن يضع الأصنام وهو الأصل. لذلك لما جاء الإسلام بده يصلح المجتمع الجاهلي، أجا عدل الإيجابي في المجتمع الجاهلي وعدل السلبي، وهذه أسهل في تغيير البشر، إنه هيك ممتاز بغض النظر إيش أصله. أصله من الكفر، أصله من الإيمان، التقى الكفر والإيمان صدفة مش قضية. هذا صح، هذا خطأ. نعم، كان يقدر الشيء الكويس في الجاهلية. فمثلا لما كانت بنت حاتم الطائي في الأسرة وأجت قالت يا محمد أنا فلانة بنت حاتم الطائي إن رأيت أن تخلي عني، قال خلوا عنا، اتركوا صلاح، خلوا عنا، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإن الله يحب مكارم الأخلاق. مع أن أبوها مات مشرك، بس لما قلبت على ابن فلان اللي مات في الجاهلية وعلى الجاهلية ولكن كان صاحب كرم، كافأوا بإطلاق بنته لأنه كان كريم. لاحظ شو قال له، وتكمل الحديث، قال خلوا سبيلها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإن الله يحب مكارم الأخلاق. يا هذه لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه.